مساء الخير. يا الأخضر، اللون الذي هزم الأبيض مع الأزرق المسمى البيسيليستي. منتخب النخبة السعودي يرفع بقدمه رأس العرب بين ملاعب العالم، ويقدم رقصة العرض الكروية التي غيبت شمس التانجو. هو يوم اهتزت فيه مملكة ليونيل ميسي بأقدام رجال المملكة العربية السعودية الذين كسروا هيبة بطل الأرجنتين والعالم وصاحب الذهبيات السبع في تاريخ اللعبة. بالون دور الملاعب، المولود وفي فمه الكرة الساحرة، سجل هدفا وحيدا وانتشى بنصره قبل أن يتعرض مع فريقه لهجوم مباغت أرداه مهزوما بين الشوطين. ولعل المونديال توقف به الزمن عند انتهاء المباريات التاريخية التي أسقطت لميسي وأعوانه 3 أهداف وقعت في مصيدة الأقدام الخضراء. ومنذ تاريخ الشوط الثاني لعب الزمن مع السعودي، وبدأت أسماء المنتخب تتصدر من الأرض إلى السماء وتلمع أهدافها، من محمد العويس حارس المرمى الذي كان صيادا مختصا بالطريدة الأرجنتينية من أعلى الهرم نحو أخمص القدم، إلى صالح الشهري المهاجم الصالح الذي أصبحت شهرته على كل كرة ولسان، قبل أن يضع سالم الدوسري بصمات رجليه على أهم فوز عربي من أرض عربية. ولهذا النصر في طبعته الأولى مدرب فرنسي للفريق السعودي هيرفي رونار الذي تظنه رومانسيا يتقن الحرب الناعمة، لكنه في تحدي المونديال يؤهل فريقا سعوديا يضرب فيه سمعة الأرجنتين التي منيت بأول خسارة بعد 36 مباراة بلا هزيمة وحيازتها لقب بطل كوبا أمريكا. والأهم أنك تهزم بلاد دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم و Don't cry for me Argentina، لأن الصقور ما تحلقت تنحت طيور وحمائم، أما النسور فقد جاءت أسرابا من تونس حيث الأخضر السعودي يسجل الفوز الأول، وتونس الخضراء تحرق قلب الدنمارك وتمنعها من استكمال مسارها كثالث دولة على العالم. هو يوم للعرب بعدما كانت الأيام عليهم.